مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. دقيق 2 كوب 300 غرام، سكر نصف كوب 100 غرام، سمسم 3 معالق طعام، اليانسون مطحون معلقة طعام، مثل هيك حب، ممكن احنا نطحن او نجيب مطحون، بيكنج باودر معلقة صغيرة، زيت نصف كوب 100 غرام، اي نوع زيت متوفر عندكم. نخلط المكونات مع بعض حتى تنسجم قليل. نفرك بالإيد، نخلي مثل الرمل يكون، نفرك عشان الزيت يدخل الدقيق والمكونات كلها تنسجم مع بعض. بنضيف نصف كوب ماء فاتر 100 غرام، نعجن جيد حتى تنسجم العجنة كلها مع بعض مثل ما انتو شايفين هيك. نتركها ترتاح قليل. هذه خيارات الكوب اللي انا استخدمته، اللي ما عنده ميزان هذه بديل الميزان، هذا هو الكوب اللي انا استخدمته. الاثنين نفس الحجم، الاحمر والبلاستيك نفس الحجم الاثنين. هيك ارتاحت تقريبا 10 دقائق. نقسم العجنة نصفين وبنفردها، وقديش هي بتكون رقيقة العجنة، بتفردوها رقيقة كل ما كان أفضل وفيها هشة أكتر. طبعا تقطيع أي شيء ممكن أنتو تستخدمه، كوب، صحن، أي شيء ممكن أنتو تقطعوا فيه، او عند اللزوم بدون ما تقطعوها تعملوها مثل الطباب وترقوها كل واحدة بوحدتها، يعني الموضوع سهل. بنلم العجنة تانية وبنفردها تانية مثل ما انتم شايفين كيف هي رقيقة شفافة، كل ما كانت رقيقة اكتر كل ما كانت افضل. هيك جاهزة نوديها للفرن. حرارة الفرن من فوق ومن تحت في الرف الأوسط، تكون الحرارة 200 درجة أكتر شيء حسب نوع الفرن، لكن يفضل يكون الحرارة 180-170، بس أنا عندي الفرن ضعيف شوية حطتها على 190 تقريبا، بس يفضل يكون 170-180 أكتر شيء. والمدة حسب نوع الفرن، لازم احنا نراقب المدة. هيك صارت جاهزة. وهي عملت كمية كبيرة، عملت معي هي لذيذة، ممكن بالفطور مع الكافيه أو مع القهوة أو مع الشاي. مثل ما انتو شايفين هي هشة جدا، سمعين صوتها كيف هشة جدا. اتمنى تشتركوا بالقناة، شكرا كتير لكم، مع السلامة.